بنعود معكم للمتابعه. وقفه مع الشيف شادي، خلصت شوربه العدس الاصفر تقريبا، وبدنا نكمل يخنه القرنبيط ورشه ملح. شيف شو بك اللي عم تقول؟ احبائي صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم بحلقه سريعه جدا معنا، يمكن 18 دقيقه 19 دقيقه جوزيف. اي مظبوط. بس يكون معنا هالوقت القصير، انا بكون محضر دائما اشياء من قبل لانه ما منلحق، بس الاشياء اللي بنكون محضرينها يا جوزيف بتكون كثير هينه، يعني بتكون مرقه معنا وبيكونوا كمان مثل مثلا تنيجي لهون نقول الرز زيت. أوكي. الرز معلش عيري كل العالم بتعرف تعمله. صحيح. انا الفرق بيني وبين كثير من الاشخاص، انا ما بغسل الرز وبجي بنعمل او منحمص او منحمر. لاحت ادلك بجيبك ليه؟ لا لا شوي في لا لا حط كفوف وجهز حالك للشغل. يلا اوكي. قلت لي لحقني من الصبح بلا مربى ليه؟ قلت لك لا ما كنت حب متة التربيه، شو لي قصه انا؟ لا شايف لازم تحبها. لك ليه بدي احبها؟ وتطبقها كمان. طيب لكن اول شيء الشعيرية عملناهم بزيت الزيتون، حمرناهم وحطينا عليهم الرز زيت بهالطريقه اللي هون، ولك بيعقدوا كل وحده لوحده. شوفوا كيف طلع. هيدا شو حلو. هيدا رز شو؟ واو لك الرز زيت مصري اتليني. لا هيدا رز امريكاني استعملته. أمريكي. ما فيك تستعمل المصري لانه بيحتوي على كثير من الاميدون بيعجن معنا. هيدا الرز كثير منيح، وفينا نستعمل الرز اذا بدنا البسمتي. اوكي المصري للحشي احسن. اوكي برافو لك هون. ان دو تروا. اول شيء انا هون خفين كثير لانه عندي الزيت عم يحمى قدامي، رح انا زيح انا هون الشوربه. لك كيف رح زيحها؟ حطها هون عندي. اوكي بدك بدنا شو؟ تمعسها. بدنا نمعسها للشوربه، بس نحركها قبل يا جوزيف. حركها عمل معروف نتفي صغيره اذا بتريد. اوكي نعم حركها شوي وبدنا نمعسها. شو عملنا للشوربه؟ بنرجع بعدين هلا على طبخاتنا الموجودين هونيك. حطينا هيدي شوربه العدس البرداني. نعم مجروش بردقاني مجروش، بس بيصير لونه اصفر من بعد ما تطبخه وتسلقه، مش مزبوط؟ بهالطريقه نحن شو عملنا؟ جبنا من البصل والثوم والجزر، حطيناهم مع بعضهم مع زيت الزيتون، قليناهم كلهم سوا، حطيت عليهم كوب ونص انا من العدس المجروش. ليش مش دايره؟ لا هون لك وين؟ وين الكبسه؟ وين عم تكبس انت؟ تحت. لك الكبسه هون. ها ها عملك شوي لك هون. ها لا هيدي لك وين هون. اوكي جوزيف لكن ضيعنا. حطينا كوب ونص من العدس المجروش، وبعدين حطينا حوالي 5-6 اكواب من المي. اوكي غليوا مع بعضهم ملح فلفل كمون، وهيدي شوربه مين؟ العدس الاصفر خلينا نسميه، او البردقاني. كيف الوضع؟ اوكي طيب لكن انا هلا عندي هون بدنا نعمل شغلي. رح نجي نحن واو لك هون كمان عندي المي. رح نجيب هلا الطنجره ورح نبلش بشيء اسمه يخنت القرنبيط. كيف ابو زوز؟ تمام. فينا نعمل ستوب؟ بس؟ بس ستوب. فينا نعمل ستوب. لماذا ستوب؟ لانه خلاص خلصنا، نحط محلهم هون، لانه اذا ضل فيهم كم شقفه ما في عندنا اي مشكله، رح نحطها قدامهم هون. ليك جوزيف يلا طلع هون شو حلوه، طلع هالكريمه تطلع شو حلوه، بعد شوي بنسكبها تطلع بس شوف شو حلوه. طلع شو حلوه جوزيف، طلع شو حلوه مع قطع جزر بقلبها بتعقد بتجنن. رح نسكر عليها هون شوي وبنرجع لها بعد دقائق. نعم مزبوط لك عليه بالنسبه لقلي. هلا اول شيء خلونا هون شوي صغير قرنبيطات مسلوقين. اوكي من بعد ما سلقناهم تبلناهم بخلطه بتطوش بتعقد جوزيف عملتها امبارح، اللي هي عباره عن بصل بودره، ثوم بودره، بابريكا من البقدونس الدراي يعني الناشف، والاوريجانو الناشف. آه كلهم بقلب الخلطة يعني. واو اللي هي كمان كيجن يعني من لويزيانا من امريكا من هونيك تعلمناها. بس ليه وشوشتني يا سر؟ لانه حتى ما حدا يسمعنا حتى ضل فضلي عليك. ايه على طول. اوكي طيب ليكو شو عملنا؟ طلعت بتعقل بتجنن لك، حطينا فيها ملح وفلفل بتجنن. هون هلا بنروح لوين؟ من بعد ما خلطناها حطيناها هلا هون، حط عليهم شوية طحين. وهلا المقادير كلهم سوا قدامها، طلع شو عم بعمل؟ حيطلعوا بقرمشوا. واو رح يطلعوا بقرمشوا طيبين. اوكي يعني مش بس ملح، طلع شو عم بيصير. ويلا يا شيف شادي خليني انا انت حرك لي هون لانه انا ليك استعداد نفوت ببعضنا. اوكي حرك لي اللحمه بس. اوكي برافو عليك. ليكوا شو حلوين هلا القرنبيطات، رح تشوفون بسرعه. وبليز جربون 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 مليون مره. رح بس هلا حط الكفر على الرزيت. جربون مليون مرة لأنه ولا أطيب من هيك ممكن كمان يكون عندكم من القرنبيط. ننطر شوي صغيري جوزيف. واو اعطيني هيدي عندك بس شوي صغير، حرك هيك وبتشوفوا كمان شو عم بيصير. أنا عندي
اوكي هلا الافضل دائما الارنبيط نسله قبل ما نقلي 100% انا بدي منك انا هلا شغله ايه نعم. افضل نسله شوي لانه بيعبي كثير زيت بعدين تيستوي مثله نتفه صغيره قبل وبعدين بنقليه هيك بضل شكله كثير حلو أوكي. بدي منك 10 15 ورقه من الـ من الـ الكوريندر اللي عندك الكزبره نحطهم فوق اليخني واليخني هون عباره فوق. زيت زيتون نعم ثوم بصل لحم مفرومه ترجع بعيد زيت زيتون ثوم بصل لحم مفرومه هيدي هي اليخني اللي عم نعملها وليكو هون الارنبيطات كمان رح ارجع ازيد لانه الزيت طلع لفوق وبننطر شوي تيرجع الزيت يحمى من جديد وبعدين بنضيف اللي بدنا نضيفه وعم نشوف هلا قدامنا كمان شو عم بيصير بس تعرف انا بقول لك شغله انه انا ابو زوز طلع زيد ابو زوز طلع لك يا ابو زوز زيد اكثر معلش زيد كمان طلع هون شو عم بيصير كزبره قصدي انا زيد كزبره بس بدي اياك تحرك الموضوع تحرك يعني الكزبره او تحرك اليخني طلع كيف احلى ما يحترقوا عنا اللحمات بس بيعطونا طعم كتير حلو ووراء الكزبره بحب فيها هيك مش مفرومين اوكي من دون الضلوع جوزيف اوكي اوكي يا حرام هالكزبره شو بدك ما بقى لها عم تطلع برات البيت لك كيف عملت فيها اوكي طبعا. يلا بتعقد ليكوا الريحه صارت حلوه هلا الارنبيطات بعد شوي صغيره بيصيروا جاهزين تنضيفهم على اليخني وبنضيف عليها شوي صغيره من المي بس قبل 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 ليكوا شو بعمل ابو زوز طلع هون ايه طلع حرك ليه حرك تنعمل الصوص لانه ما بدنا نحط ما بدنا نحط بندوره اوكي شو بنعمل حركت حرك بعد أوكي. مزبوط حامل. وهلا هون لك شو بعمل بويون 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 شو هيدا لحمه لا هيدا خضره ممكن يكون لحمه شو صار عندك الطحين مع الزيت عملوا رو لما حطينا كمان هلا البويون اللي عم تغلي انا عندي شو عملت عملت صوص اوكي بعد بدها شوي بعد بدها شوي على راسي وعيني شفت لك بعد بدها شوي لانه صارت تخيني يعني صارت معقد الصوص انا هلا خلصت بشيل انا البويون على جنب وهيك كمان شفنا كيف عملنا هاليخني بطريقه كمان كتير حلوه شو الوضع خلاص كزبره صارت يخن كزبره لا بدها بعد انا بحس بس بتحس انت اه والله إيه تحس مزبوط يا اوكي لك هلا هون خلص شايف شو عندي شايف. يا سلام يا شيف شادي خلينا نشوف بس شو عندنا طلع شو عندنا طلع الريزلتا طلع انه نحن شو وصلنا طلع هون طلع شوف هون اوكي طلع كيف مكمشين عليه وطلعوا بها كيف مكمشين عليها هالاوريجانو والبقدونس اوكي وهون يا شيف شادي مننزلهم بقلبهم طلع شو عم بيصير شوف يا جوزيف جو اول شيء خلينا نحطهم هيك هون احنا لازم نعمل هاي الشغله هيك اول شيء انا كنت حاططهم ملح حطيت ملح شادي حطيت لا بعد ما حطينا ملح عليهم حط شويه ملح اذا بتريد شوي صغيره ما تكتر طلعوا شو عم بيصير انا عندي انا هون اذا بتريدوا طلعوا الارنبيطات كزبره لانه مسلوقين كزب لا هيدا كمون شوي صغيره عمون معروف بس تطلع الارنبيط كيف صار يا ابو الزوز شفت لك طلع كيف شكلهم ايه. هيك فينا نقدمهم ونلف فيهم سندويش بالبيت ايه طبعا اوكي يعني ما ضروري بقى يشربوا اكثر زيت طلعوا شو حلوين انا رح اضيفهم انا هون هالياخنه الارنبيط مع اللحمه وانتقل لبعدين بعد في بس ما رح اقليهم شو رح تعمل تشويهم ما رح اشويهم شو بدك تعمل فيهم اخذهم معك بس لانه ما بقى عندنا وقت شو رح اعمل رح نقلي البصل اوكي البصل بدنا نحطه وين على الوش وجه وين وجه الصحن وجه ال وجه الحلو وجه السوق وجه السوق برا أيوه. بس قبل خلينا ناخذ شوي صغيره من الحامض ونحط على الشوربه وهون. اوكي اللي عملناها هون شوي اوكي وشوي بتحب انت الحامض هون أيوه. على اليخنه أيوه. بس بعد شوي مع كزبره بعد شوي بالاخر لانه اذا غليت بتروح بتبخر معنا الحامض ونترك الحامض للاخر في باودر توم انت هون حاطط لا باودر توم ما حطينا عندك حطينا توم بس باودر توم ما باودر توم تبلت فيه الارنبيط الارنبيطات صاروا عندك مزبوط بس انه ما حطينا التوم نحن بودره مع البصل اوكي لكن عصره حامض هون خلطناها طلعوا هلا بضل تعطينا الطعم الحلو بالشوربه ومنسكر عليها للشوربه طيب بدنا نقلي بصل اجى الشيف شادي اجى على شو اجى قطع بصل من بعد ما قطع بصل غسلنا البصلات من بعد ما غسلنا البصلات جينا نقعنا البصلات بالحليب نعم حليب شو الحليب كامل دسم حليب بقر لا قليل دسم قليل دسم طب شو حليب شو السؤال سالتني طيب لكن حليب بقر عادي او حليب بودره مخلوط مع المي عادي يعني ما بده شيء بس انا حطيت اليوم حليب جوز الهند كان باقي عندي شوي صغيره شو بيأثر بيعطينا طعم مختلفه اوكي في البصل نقعد لك البصل شفتوا وهلا بدك تحط له يا عيني عليك هلا بدي اعمله انا بدي اجي صفيهم شوي صغيره هون طلع هيك صفيهم شوي صغيره من شو من هالحليب جوز الهند او حليب عادي انا هاي اول مره بحط حليب جوز الهند بس أوكي. انا كونه كانت موجوده عندي استعملته طلع هون كول ووفر 100% طلع هون شو عمل جوزيف نعم. رح اعمله انا هلا هون رح ارجع حطه مع الطحينات شايف شو عملت نعم ليك مع الطحين شو عم بعمل بكتب طلع شو عم بيصير
طلع مع الطحين شو عم بعمل، وراح نحط نحن على وجه مين طلع شايف. وهلا بدنا نقلي البصل، طلع جوزيف كيف بيطلعوا حلوين. نعم. كاميرا رح احطهم كلهم لانه هن كتار، بس انه على القليل بناخذ فكره نحن هالبصل بس ينقلك كيف بيصير. طلع كيف، واو شفت كيف الوضع؟ تمام طلشت حالك، طلشت حالك، قلت لك لابس روج. احذر مين روج؟ مين؟ مين اكثر شيء كان لابس روج؟ وين بالحياة يعني؟ بالحياة مين أكثر شيء بيلبس روج؟ في عندك كثير بيلبسوا روج وبحبوا في شابيرون روج. ايه أنت يا بلانش نيج. ناطرني عليها. أوكي، لكن بلانش نيج وشابيرون روج اليوم عم يطبخوا لنا. أوكي، ليكو شو حلوة، بشربك قد حلوة. تمام. بشربك قد حلوة هاليخني. يلا، بدنا صحن، صحن إذا بدك هذا الكبير من فوق، اللي رح نعمله هو التالي، رح نبلش نسكب هلا، بنجيب هلا ملعقة، لا بدنا صحن كبير هذا جوزيف، ليك كيف؟ لأن نحن أنا وياك وفي كمان الشباب. ليك شو بدنا نعمل؟ شغلة كمان كثير هينة، نحن بنشيل الرز زيت، طلعوا ها، ليك الرز كيف حبة حبة، شايف يا جوزيف؟ أوكي. ليك كيف حبة حبة هون، بدي منك كمان كفكير تنحط نحن اليخنة، عمول معروف، بعد معنا دقيقة ماكسيموم جوزيف. طلع هون شو عم بيصير، ولك كمان اليخنة، طلع اليخنة ده حلو جوزيف، طلع وين هون؟ شوي صغيرة على، طلع شو حلو اليخنة أنا عندي إياه هون مع الرز الزيت، يا سلام. أوه. شو رأيك بالموضوع؟ حطه هون، حط عليه شوي ورقة حبق إذا بتريد. وهلا رح كمان عنا مين؟ عنا الشوربة. والشوربة يا جوزيف شو بنعمل؟ لك شو بعمل أنا هون؟ بجي بحط أنا الشوربه بهالطريقه، اوكي طلعوا كيف بسكبها. نعم. وبجي انا عليها بالخبز المحمص، انا خلص وقتنا بس انه طلع هون، طلع هون وقتنا هذا خبز محمص، وفينا نقدمها اذا بدنا مع البصل اللي عملها جوزيف، لانه بده نتفه صغيره بعد. نعم. اللي لازمنا بعد دقيقه على القد، بس خليه يشوفوا شكلها اذا بدكم. ها طلعوا كيف بس هلا تصير حمراء. يعني بنشوف بكره عالم صباح جديد 100% 10 بتوقيت بيروت. الى اللقاء، بودعكم، ما تنسوا تتابعونا بكره وتتابعوا